سيداتي، آنساتي، سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من استاد القاهرة الدولي، ويشرفني أن أكون معكم في واحدة من اللقاءات الهامة في ختام الأسبوع الخامس للدوري العام لكرة القدم بين فريقي الزمالك والكروم. بيمثل الزمالك النهاردة في حراسة المرمى نادر السيد، خط الظهر من خمسة ليبرو أشرف قاسم رقم 8، قدامه اثنين يحيى نبيل 21 نبيل محمود 5، في الطرف اليمين طارق مصطفى 15، في الطرف الشمال محمد صبري 17، في وسط الملعب احمد الكاس 10، على يمينه اسماعيل يوسف 12، وعلى شماله اسامة نبيه 18، ورسين حربة النهاردة قاسي سعيد وايمن منصور. نادي الكروم بيمثله في حراسة المرمى جابر البلاسي، خط الظهر ايضا من 5 ليبرو سامي رجب رقم 5، قدامه 2 سالم محمد 6 ومحمد يوسف 4، ودي دقيقة حداد على روح المرحوم الكابتن أحمد عبد الكريم حكم الدرجة الأولى بمحافظة الشرقية. أحمد عبد الكريم الفقيد المحضر وللأسرة الخاصة بالسواد. نقول الكروم بسرعة تاني، حارس المرمى جابر البلاسي، خط الظهر سامي رجب 5، قدامه 2 سالم محمد 6، محمد يوسف 4، في الطرف اليمين محمد عبد السلام 18، في الطرف الشمال كمال فريد 16، في وسط الملعب مصطفى عبد الله 15، على يمينه علاء نوح 8، وعلى شماله السيد زكي 13، راسين حربة محمد البيضة 10 وإيهاب فكري 11. برضه نقول البدلاء بسرعة لكلا الفريقين، الزمالك بدلاؤه حسين السيد، معتمد جمال، محمد حسن، تامر عبد الحميد، عصام مرعي، واحمد عبد الله. بدلاء الكروم اسامه الشاذلي، علاء المني، هشام زكريا، عبد الناصر محمد، سيد غريب، احمد مصطفى، وعبد المقصود ابو العلا. بدا اللقاء من اقل من دقيقه، والزمالك على شمالنا والكروم على يميننا. الموقف طبعا حضراتكم عارفينه لكلا الفريقين. الزمالك حقق الفوز في مبارياته الثلاثة اللي لعبها، بيحتل الفريق المركز الرابع مؤقتا، رصيده 9 نقاط من الفوز على اتحاد عثمان 3-1، أحرزهم أيمن منصور أول هاتريك في الدوري العام، وعلى اتحاد اسكندرية هدف لأيمن منصور أيضا، وعلى أسوان بهدف لطارق مصطفى. بيتصدر أيمن منصور بأهدافه الأربعة قائمة الهدافين مع أيمن محب مهاجم المنصور. يلا نتابع اللقاء، ودي واحدة أرضية بعدية ولسه وتأخر وتأخر وتأخر، وضربة حرة مباشرة لصالح الكروم، لكن اتلعبت حلوة قوي قوي القاسي سعيد وأيمن منصور، وتأخر فيها شوية قاسي، وتبقى ضربة حرة مباشرة لنادي الكروم. سامي رجب عالية بدماغه على طول نبيل محمود، ترتد في وسط الملعب مرة تانية في الشمال، وماشي من ناحية شمال السيد زكي، وعملها عرضية أشرف قاسم يطلع على طول في وسط الملعب، يلمها إيهاب فكري اللي ساقط لورا وتطول، ورمي التماس لصالح الزمالك من ناحية اليمين. إسماعيل يرجع ورا لنبيل محمود، والنهارده نادر السيد بيشترك لاول مره بعد توقيع عقده، بالتوفيق ان شاء الله له وللعيبه اللي وقعت مع نادي الزمالك. يحيى نبيل، اشرف قاسم ماشي، يحلق عليه من بعيد محمد البيضة وايهاب، يلعب واحده طويله لمسه في وسط الملعب لاحمد الكاس، احمد الكاس بيلم ويلعب واحده طويله في اليمين لقاسي، انما يروح على طول 16 كمال فريد، وبره رمي التماس لنادي الزمالك. طارق مصطفى،
يرجع ورا طارق وماشي اسامه من ناحيه اليمين وماشي قاسي سعيد. قاسي سعيد يلاقيها على طول جابر البلاس. اول هجمه كده خطره لنادي الزمالك قاسي سعيد لمساته جميله جدا قاسي، وبدا الحقيقه بعد فتره العلاج اللي عملها السنه اللي فاتت بدا يثبت اقدامه وتظهر خطورته. ومره ثانيه اسامه نبيه من ناحيه الشمال يسيبها لمحمد صبري، تطول من محمد صبري وتبقى ضربه مرمى للكرو. بيلعب محمد صبري في الطرف الشمال لتحت وقدامه اسامه نبيه، وناحيه اليمين طارق مصطفى لتحت وقدامه اسماعيل يوسف، واحمد الكاس بيبقى محور اللعب في وسط الملعب، وقدامه قاسي وايمن منصور. عليا ما ياخدهاش ايهاب فكري، تعالى مره ثانيه فوق محمد البيضه رقم 10 ما تروحش معاه، تروح لصبري لاشرف قاسم. ماشي يا اشرف، ارضيه في وسط الملعب ويلم ويخش لجوه محمد صبري، ثلاث اربع نقلات توصل لاشرف قاسم، وعلى شماله هو اسامه نبيه هناك بيتبادل التقدم هو ومحمد صبري، عايزه تروح له ما توصلش، يقطعها على طول محمد عبد السلام في السكه طويله في اليمين. اشرف يحيى نبيل، نبيل محمود، نبيل طويله يلم على طول قاسي في مساحه ناحيه اليمين ويجي يزقها، انما ما تتظبطش معاه، تقطع في السكه على طول من محمد يوسف في وسط الملعب لمصطفى عبد الله، عايز يعملها في اليمين هناك ما تروحش، تقطع مره ثانيه اسامه نبيه في الشمال. ماشي اسامه ورايح له مصطفى عبد الله، يزقها اسامه وياخدها مره ثانيه محمد صبري، احمد الكاس ياخدها علاء نوح على طول في وسط الملعب للسيد زكي 13. ماشي السيد سيد زكي، كمال فريد 16 وسط الملعب مره ثانيه 18. ماشي محمد عبد السلام اللي بيضم من الطرف وخطره اوبا عاليه عاليه، لكن تكمله الحقيقه كويسه قوي 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 من كمال فريد الباك الشمال اللي داخل لجوه منتهى الخطوره. الاطراف لما بتكمل في القلب في مواقف غير مرئيه بالنسبه للمدافعين بيبقى الموقف لصالح فرقته تماما. صبري ماشي احمد الكاس وياخدها مره ثانيه الكاس في الشمال وما طلعتش، حل عليه من بعيد محمد عبد السلام كاس وتطول من الكاس وصفاره. صبري عليا هوبا ايمن منصور هوبا الله الله حلوه حلوه، طلع فوق قوي عملها بدماغه جميله جدا، لكن تطلع على طول فوق القائم بما فيش نص متر. شوف حضراتكم، وكان طالع جابر البلاسي، جابر البلاسي يمسك زمايله والكره تعدي من فوق المقص اليمين ووقع جابر البلاسي على الارض، لكن طلع حلو قوي قوي ايمن منصور فوق ولمسها بدماغه، وجابر البلاسي طلع مسك دماغ زميله والكره عدت فوق المقص اليمين بنص يارده تقريبا. ادي الجهاز الفني لنادي الزمالك والاداري مستر فيرنر مدير فني مع كابتن محمود سعد وعماد المندوب لحراسه المرمى، سمير السيد مدير اداري، وهاني عباده نائب مساعد مدير اداري، والدكتور ممدوح مصباح طبيب، والكابتن محمد سيد علاج طبيعي. وادي الناحيه الثانيه على طول الكروم، نقول برضه بسرعه كده كابتن عبد ابو العيله مستشار فني، صلاح الناهي مدير فني، ابراهيم عبد الوهاب مدرب، فكري عبد الحميد مدير اداري، احمد الشاذلي مشرف، دكتور محمود فوزي طبيب، والكابتن فاروق فؤاد اداري. تتلعب الكره على طول يقوم جابر بلاسي، ما كانش في حاجه خالص طبعا، محمد صبري من ناحيه الشمال يعدي من محمد عبد السلام وماشي محمد صبري ويلعب واحده عرضيه طويله هوبا ولسه، واحمد الكاسي في دفعه من ايمن منصور وضربه حره مباشره للكرو. لكن الكور العكسيه الطويله اللي بتيجي من الاطراف لراسين الحربه وهم بيعملوا كروس بيبقى فيها
خطورة كبيرة جدا جدا على المرمى. شوفوا حضراتكم محمد صبري من الشمال، واحدة طويلة من عبرات القارات يطلع فوق على طول بدماغه، ولكن ما تتزبطش معاه بزقة كده من أيمن منصور تبقى ضربة حرة مباشرة. هيلعب سامي رجب رقم 5 يزقها لستة سالم محمد، باليمين محمد عبد السلام 18 طويلة في اتجاه 11 إيهاب فكري، ما ياخدهاش إيهاب، توصل لأشرف قاسم على طول ليحيى نبيل في وسط الملعب، على يمينه طارق مصطفى، ماشي طارق من القلب ومعدي وعايز يرقص إنما اتخطف منه على طول، ياخدها كمال فريد وشنكلة وضربة حرة مباشرة للزمالك. أشرف قاسم على يمينه توصل لقاسم، ما تروحش هناك، ترتد مرة تانية لأشرف قاسم تطول منه، ياخدها على طول في السكة وماشي إيهاب فكري، إيهاب ماشي ويقع إيهاب على الأرض ويحسبها الحكم حسين علي موسى ضربة حرة مباشرة لصالح الكروم. الكروم لعب 3 ماتشات ما كانش له حظ في 3 ماتشات واتغلب فيهم ورصيده 0 من النقاط. واقول لحضراتكم الماتشات الثلاثه اللي اتغلب، كمال فريد عاليه نادر على طول، برافو يا نادر. خسر من اسوان 1-4 ومن الاسماعيلي 1-2 ومن القناه 1-0. هذه ماتشاته الثلاثة اللي لعبها كروم، بيحتل ذيل الجدول وداخلين على الدقيقة 10. أسامة نبي ياخدها مرة تانية، أسامة يقع على الأرض ويصفر حسين علي موسى ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. محمد صبري وإسماعيل ياخدها محمد صبري، أرضية 1-2 مع أحمد الكاس، ماشي صبري وعلى يمينه ويحط مرة تانية لأيمن منصور، يرجع ورا في وسط الملعب لطارق مصطفى والكاس إنما ما توصلوش، ويروح له سريع رقم 8 علاء نوح وأحمد الكاس ويحطها حلوة ويلم مرة تانية وعايز يلم ولسه وعلى شماله وهيرفع صبري وعالية هوبا ولسه وما طلعتش، لكن الحكم صفر قال طلعت، إنما هجمة جميلة جدا جدا ومحمد صبري من ناحية شمال بيعمل كور قاتلة، برافو يا صبري. هجوم مكثف لنادي الزمالك خلال 10 دقايق اللي فاتوا دول، وهيلعب محمد صبري اوفراته بشماله وعالية ملفوفة حلوة نبيل محمود، انما يمسكها المرة دي جابر البلاسي، برافو يا جابر. سالم محمد على يمينه محمد عبد السلام، ارضيه في اليمين تتقطع على طول وتطلع بره وتبقى رمي التماس للكروم في نص الملعب من ناحيه اليمين. بتلعب رمي التماس على طول، سامي رجب طويلة في مساحة مش لحد خالص، يروح لها نبيل محمود ويعلي فوق وبره رمي التماس مرة تانية لنادي الكروم من ناحية اليمين. تتلعب الكرة على طول في اتجاه إيهاب فكري، عايز يلم ويعدي إيهاب ولسه الكرة تحت رجله، إيهاب طلع له حلوة محمد عبد السلام وعرضية ضربة ركنية، أول ضربة ركنية للكروم من ناحية اليمين في الدقيقة 11 من الشوط الأول. وادي أشرف قاسم بيظبط خط ظهره ووسطه وبيمسك الناس، لازم طبعا هنا كل لاعب معاه لاعب، مفيش لاعب أبدا من الخصوم يبقى لوحده أبدا، وبيبقى خطوتين تحت منه وهي الكرة في الهوا بياخد خطوتين ويطلع لفوق. ضربة ركنية من ناحية اليمين وعالية منتهى الخطورة، تعدي وتبقى رمية تماس للكروم من ناحية الشمال، لمسها في السكة نبيل، برافو يا نبيل، كانت في منتهى الخطورة. طارق مصطفى طويلة خدها مرة تانية سيد زكي،
ورا لستة سالم محمد، يعمل واحدة طويلة بدماغه على طول نبيل لمحمد عبد السلام، يحطها أحلى لإيهاب فكري 11، بيلم إيهاب ويحطها لمحمد عبد السلام. محمد عبد السلام لسه الكرة معاه وتطول منه في اليمين وهيرفع، وعرضية عالية خطرة لكن نادر على طول. برافو هنا، لكن الكروم والله متماسك لغاية دلوقتي، وأقدر أقول إنه فاتح خطوطه. يعني النهارده كابتن صلاح الناهي مش شايفه بيلعب مدافع في الصورة، حضراتكم هتشوفوا لما الكاميرا تفتح تلاقي على طول لعيبة الكروم باينة إيه، يعني ما بيلعبش في نص ملعبه، بيلعب في تلتين ملعب. ده دليل إن هو فاتح خطوطه النهارده. طبعا سلاح ذو حدين لما يلعب قدام فرقة كبيرة زي الزمالك، لكن هنشوف فكر كل مدرب. وماشي مرة تانية من ناحية اليمين ومعدي محمد عبد السلام وبيلم، ضغط عليه أسامة نبيه ويخبطها فيه وياخد رمي التماس للكروم من ناحية اليمين. محمد عبد السلام يرجع ورا محمد ل 13 السيد زكي، وعالية هوبا، الله الله، خطرة والله، خطرة والله. كمال فريد بيلعب ايه بقى؟ باك طرف شمال، شوفوا مكانه فين، جوه ما بين البيلن وما بين السيد اللي هو الباك الطرف الشمال. شوفوا حضراتكم جاي اهو من ورا خالص، موقف غير مراقب وحطها فوق حسام، لو ظبطها كان بقى فيها كلام تاني. اشرف قاسم أرضية في اليمين أحمد الكاس، وأشرف قاسم كمل أهو المرة دي مع فرقته ويلعب واحدة طويلة ما تتظبطش مع القاسي، بيطلع بره ورامي التماس للزمالك من ناحية اليمين. طارق مصطفى ويقع على الأرض والحكم يدي صفارة وضربة حرة مباشرة لصالح الزمالك على محمد يوسف رقم 4. وقام قاسي سعيد اللي اتشنكل في الكره اللي فاتت، وجاي محمد صبري هو وطارق مصطفى. بعد ربع ساعه ما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف بين الزمالك والكروم. وحسين علي موسى ادى اشاره اللعب، محمد صبري طارق، محمد صبري حلوه معديه سريعه وجميله قوي، لو اتلمست فيها كلام تاني واحمد الكاسي ومفيش اوفسايد، لكن يطلع على طول محمد البيضه اللي ساقط لورا خالص وطويله ويلم على طول وبشماله مش لحد خالص. يحيى نبيل نادر السيد، نبيل محمود، اشرف قاسم، ايمن منصور اللي راجع لورا يحطها في الشمال تروح لاشرف مره ثانيه، اسامه نبيل، نبيل محمود، ارضيه لمحمد صبري اللي داخل في القلب، محمد صبري تسقيطه لاشرف قاسم في الشمال، ماشي اشرف مساحه جميله قوي، وارضيه مره ثانيه لمحمد صبري، ومحمد صبري وفراته الجميله لاحمد الكاس، وعايز يلف في الهواء بس كانت اعلى من مستوى رجله. يحيى نبيل لاسماعيل يوسف، وبدا نادي الزمالك يمسك كوره مره ثانيه. ماشي بالعرض اسامه، حطها لاشرف قاسم في الشمال، قاسي متابعه على طول محمد يوسف زي ظل، قاسي يقطم لجوه وتسقيطه هوبا تعدي من فوق ايمن منصور عالية شوية. ضربة مرمى لنادي الكروم هيلعبها سامي رجب، أطول لاعب يمكن في فريق الكروم هو وإيهاب فكري. عالية كمال فريد بدماغه في الشمال ما ياخدهاش إيهاب فكري، نبيل محمود أحمد الكاس يضغط عليه علاء نوح ياخدها منه لمحمد البيض 10، ماشي محمد وتسقيطه في منتهى الخطوره في اليمين، وهيلعب عرضيه خطره خطره خطره، هجمات سريعه جدا الحقيقه للكروم. وبيكمل محمد عبد السلام من الطرف اليمين كويس قوي، ومصطفى عبد الله اللي راجع في الصوره ده، وعاملين جبهه يمين مصطفى عبد الله ومحمد عبد السلام، اهي مصطفى عبد الله
ومصطفى عايز يلفها في البعيده لكن فوق. كمال فريد بكعبه حلوه في وسط الملعب وياخدها مره ثانيه في الشمال. كمال وماشي رقم 16 وتسقيطه لإيهاب فكري. وإيهاب فكري ماشي منتهى الخطوره. الله 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 الله، خطره والله خطره. بدا الكروم الحقيقه يوصل لمنطقه ال 18 نادي الزمالك، وبدا الزمالك يستشعر بعض الخطوره. هنشوف رد فعلها ايه عنده. لكن كمال فريد بيلعب الكره في وسط الملعب، ترجع ورا مره ثانيه لسالم محمد. ليه كمال فريد واحد من انشط لعيبه الكروم اللي بيجي من ورا على طول. كمال فريد ده في وسط الملعب تتنقل لمصطفى عبد الله، وجاي من ورا رقم 5 سامي وفوق بر. ضربة مرمى لنادي الزمالك. محمد صبري ياخدها من اسامه نبيه ويخش بيها لجوه، حطها لاسامه مره ثانيه في الشمال. ماشي اسامه ارضيه، خش على طول سامي رجب طويله. نادر، اشرف قاسم، وضاغط زي ما حضراتكم شايفين. الكروم بيلعب ضاغط في نص ملعب الزمالك. جرأه كبيره طبعا من الكابتن صلاح الناهي المدير الفني للكروم ان هو يقابل كده في نص ملعب الزمالك. عمليه مش بسيطه قوي قدام فريق كبير زي الزمالك وسلاح ذو حدين، لكن زي ما قلت لحضراتكم كل مدير فني عارف قدرات فرقته وبيلعب عليه. يحيى نبيل في الشمال لطارق اللي راح هناك في الشمال. اشرف قاسم يلم مره ثانيه. محمد صبري ارضيه وزقه، والحكم مدي ضربه حره مباشره لصالح الزمالك من حوالي 30 يارد. لو في شويت كده يبقى فيها كلام تاني. وادي ترقب من جمهور الزمالك العظيم العريض اللي جه النهارده ورا فرقته في استاد القاهره. واحمد الكاس واسماعيل يوسف ومحمد صبري حوالين الكوره. هنشوف هيعملوها مع بعض ازاي. محمد صبري والكاس وهوبا. الله الله الله، حلوه حلوه والله. فوق العارضه بيارضه او يارضه وحاجه بسيطه. حلوه يا كاس. ضربه مرمى للكروم. شوفها مع الاستاذ احمد الهن مره ثانيه اهي. توقعنا ان محمد صبري هيشوط، دخل الكاس بوش رجله الخارجي. حلوه مرقت فوق العارضه بمفيش تقريبا يارضه. كروم عاليه في اليمين وضاغط اياب فكري ما ياخدهاش. اياب توصل مره ثانيه في الشمال لاسامه ويلم محمد صبري طويله ولمه حلوه قوي على وش رجله احمد الكاس وماشي وطالع لاسماعيل يوسف. احمد الكاس تطول منه شويه. احمد الكاس يقطعها في السكه على طول وماشي 13 سيد زكي يحطها في الشمال للنشيط قوي كمال فريد الباك الشمال ده عاجبني جدا 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 اللي في رجله الكوره ده بيكمل الحقيقه كويس قوي كمال فريد. ترجع مره ثانيه للسيد زكي وسط الملعب مصطفى عبد الله. السيد زكي 13 كمال فريد 16 عايز ياخدها بكعبه ويعدي لكن يقف في السكه اسماعيل يوسف اديها له ضربه حره غير مباشره لصالح كمال فريد. سامي رجب وسامي يلعب واحده عاليه ما ياخدهاش محمد البيضة. روح لمحمد صبري وصبري واحده طويله من عابرات القارات ما توصلش لايمن منصور لكن يروح لها ايمن ياخدها منه كمال فريد ويسيبها في وسط الملعب ويشد واحده محمد يوسف طويله لإيهاب فكري لمحمد البيضة. محمد البيضة ما ياخدهاش بالقطع على طول اسماعيل في اليمين لطارق مصطفى. طارق وش رجله خارجي احمد الكاس على يمينه لقاسي الضغط عليه على طول من محمد يوسف اللي بيلعب معاه على طول رقم 4 محمد يوسف بيلعب مع قاسي سعيد على طول. رامي التماس طارق مصطفى في اليمين لقاسي يتخلص المره دي محمد يوسف ويلمه حلو قوي قاسي وعرضيه عاليه. الله ولسه
لكن هجمه جميله قوي قاسم سعيد ضحك فيها على محمد يوسف رقيبه طوال الشوط الاول لغايه دلوقتي، ويعمل واحده جميله لكن تتقطع على طول في اتجاه اياد فكري، ونبيل محمود يلم نبيل محمود ويزق في سكته اياد فكري ياخد على طول نبيل برافو نبيل لاشرف قاسم على شماله ليحيى نبيل ماشي يحيى وهجمه مرتده سريعه لنادي الزمالك محمد صبري يا على طول ما تمشيش مع اسامه وصفاره من حسين علي موسى وضربه حره مباشره لنادي الزمالك من ناحيه الشمال. محمد صبري شماله ما تعديش ترتد مره ثانيه لطارق مصطفى خش بيها لجوه طارق ويلم ايهاب اخر طارق يا طارق متاخر فيها قوي لكمال فريد النشيط من ناحيه الشمال كمال في وسط الملعب وماشي السيد زكي مصطفى عبد الله بوش رجله خارجي في الشمال كمال فريد بوش رجله خارجي مره ثانيه في مساحه لكن اطول من لازم تبقى رمي التماس لنادي الزمالك. داخلين على اعتقد حوالي 26 دقيقة مفيش حد نشوفها يا ريت مع الوحدة ال 12 24 دقيقة ونص وما زالت النتيجة تعادل بدون أهداف بين الزمالك والكروم في ختام الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري العام. لاعب من الكروم واقع على الأرض سليمة إن شاء الله وأدي مجلس إدارة نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الكروم وجميل قوي الحقيقة ان مجلس اداره نادي الزمالك الجديد والقديم الاثنين بيحضروا بروح جميله جدا المصلحه العامه بتجوب بكل الاعتبارات حاجه جميله جدا. قام علاء نوح لاعب الكروم سليم الحمد لله واتلعبت الكره على طول من اشرف قاسم في الشمال ليحيى اسامه نبيه اشرف قاسم وبدا الكروم يرجع في وسط ملعبه دلوقتي ومرة تانية حلوة أيمن منصور وعرضية يا راجل اظبط يا أيمن لو لفها شوف قاسي واقف فين واقف في حتة مفيش أحلى من كده قالش معلش يا أيمن هارلاك هداف الدوري أيمن منصور مع أيمن محب لاعب المنصورة بأربع أهداف لكل لاعب شوفوا حضراتكم طلعت فوق سامي رجب علياء حسين كابتن بدماغه على طول مردوده في وسط الملعب توصل ل 13 السيد زكي طويله مش لحد خالص رمي التماس للزمالك محمد صبري يرجعها ورا صبري توصل لاشرف قاسم من يحيى نبيل ماشي اشرف وطويلة في الشمال على طول يعلي فوق سامي رجب ورمي التماس للزمالك بدأ الزمالك يضغط شوية وبدأ الكروم يرجع في نص ملعبه زي ما حضراتكم شايفين أو بدأ يقابل شوية من نص ملعبه بعد ما كان فاتح خطوطه أول ربع ساعة محمد صبري يحيى نبيل أشرف قاسم شوفوا حضراتكم هو في نص ملعبه أهو يحيى نبيل في الشمال مرة تانية حل عليه محمد البيضة ودخل لجوه أسامة نبيل وماشي أسامة ماشي بيجري له الكاس أسامة أحمد الكاس أرضية وان تو لأحمد الكاس لكن ما تمشيش عايز يعمل وان تو أيمن منصور ما تروحش معاهم طويلة في اليمين ويقع على الأرض محمد عبد السلام وضربة حرة مباشرة للزمالك اسامه نبيه لاشرف قاسم اللي بيكمل من ناحيه الشمال ويلعب واحده عاليه يضغط على طول سالم محمد برافو يا سالم ايهاب فكري علاء نوح كمال فريد رقم 16 ويلعب واحده ارضيه جميله قوي لكن اطول من لازم يروح على طول نادر السيد اشرف قاسم طويله في الشمال محمد صبري
في مساحة و رامي التماس. هنشوف حسابها ايه حسين علي موسى. حسابها فعلا رامي التماس لصالح احمد الكاس. ولا ضربة حرة مباشرة؟ ضربة حرة مباشرة. تتلعب على طول لاحمد الكاس. طويلة في الشمال ايمن. يخش ايمن وعايز يسقط وعالية واحمد الكاس وهي يا 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 فرصة كبيرة قوي. احمد الكاس يلم الكرة لكن اتأخر فيها سنة. احمد الكاس توصل في الشمال لنوح واطول من اللازم وتبقى لصالح نادي الكروبي. لكن الفرصة اللي فاتت لو شفناها مع بعض احمد الكاس كرة تحت رجله على مسافة 7-8 ياردات تقريبا اتأخر فيها سنة. لو اتنكشت كانت دخلت جوه الشبكة. سيد زكي سيد زكي مرة تانية يحطها لعلاء نوح. يرجع ورا علاء وحلوة يا ولد يا لعيب لإيهاب فكري. والحكم بيقول ما فيهاش حاجة وترجع لنادر السيد. يلعب برجله نادر. يحيى نبيل طويلة في اتجاه قاسي سعيد ومعاه طبعا على طول محمد يوسف زي ظله. اللي ضغط عليه ده زي ظل لكن ضحك عليه في واحده واخد منه فاول في الثانيه. ايه وهنشوف الصراع بين قاسي سعيد ومحمد يوسف اللي واضح ان هو ماسكه لغايه دلوقتي. لكن الناحيه الثانيه ايمن منصور مش شايف سالم محمد لازق فيه زي ما محمد يوسف لازق في قاسي سعيد. سيد زكي يرجع ورا لسالم محمد طويله في وسط الملعب توصل لمصطفى عبد الله على يمينه محمد عبد السلام. ماشي داخلين على نص ساعه من بدايه اللقاء تعادل بدون اهداف. علاء نوح تطول من علاء نوح ترتد مره ثانيه في الشمال محمد صبري. وصبري عايز يعكس واحده طويله لايمن منصور. ايمن منصور يضغط عليه على طول من سالم محمد رقم 6 وتبقى رامي التماس. برافو يا سالم. وتبقى رامي التماس لصالح الزمالك. هيلعبها طارق مصطفى. احمد الكاس الضغط على الكاس وضربه حره مباشره لصالح الزمالك. ويا احمد الكاس على ارض سليمه ان شاء الله يا احمد. وادي ترقب كامل من جمهور الزمالك محبيه وعشاقه. ولسه طبعا الجمهور ده عايز يفرح واللي يفرحه حاجه واحده الاهداف. هي دي الحاجة الوحيدة اللي تفرح أي جمهور الأهداف. غير كده هتلاقيه قاعد كده يعني مترقب زي ما حضراتكم شايفين في الصور. لسه أحمد الكاس واقع على الأرض. جدول الدوري ولو إنه ما يعبرش عن الوضع الحقيقي لأن في أندية لعبت مباريات أقل ولكن المنصورة بيتربع على قمة الدوري وعنده 12 نقطة من 4 مباريات. تحية كبيرة جدا لنادي المنصورة ومديره الفني حسن مجاهد وجهازه الفني والإداري ولاعبيه الحقيقة على المجهود المشرف. أحمد الكاس إن شاء الله سليمة يا أحمد هيتعالج بره وينزل بإذن الله. الإسماعيلي جمع في المركز الثاني 10 نقاط من 5 مباريات. القناة مركز ثالث 9 نقاط من 4 مباريات. زمالك مركز رابع 9 نقاط من 3 مباريات يعني لعب 3 وكسبهم. وهكذا لغايه لما نوصل للكروم لعب 3 مباريات ما اخدش ولا نقطه. والاهلي في المركز السادس لعب 3 مباريات وعنده 7 نقاط بعد ما تعادل مع الاسماعيلي. ومحمد صبري نفس اللعبه وعاليه لكن على طول جابر البلاسي. برافو يا بلاسي. بتعمل على طول محمد صبري بيسندها مع واحد وبيلعبها سريعه في البعيده وفي المرتين طلع جابر البلاسي اخذ. احمد الكاس بيتحرك على الخط اهو قدامي يا احمد ان شاء الله هينزل حالا. ورمي التماس للكروب ونزل فعلا احمد الكاس.
محمد عبد السلام طويله في اتجاه علاء نوح، ولمسه يد على علاء نوح. اشرف قاسم ماشي، اشرف يحيى نبيل، ارضيه في الشمال في اتجاه ايمن منصور، ومعاه المره دي سالم محمد. ده قاسي ولا متاسف؟ تبقى رمي التماس للزمالك هيلعبها اسامه نبيل، عاليه يحيى نبيل يرجع ورا لنادر السيد، ونادر يعمل واحده طويله يضغط كمال فريد من ورا، لكن ما ياخدهاش كمال، ياخدها طارق، وبيقول حكم النزاع وفي ظهره طارق. تبقى ضربه حره مباشره لصالح الكورونا. مصطفى عبد الله حطها للسيد زكي، يرجعها لكمال فريد لمصطفى عبد الله مره ثانيه. مصطفى ارضيه علاء نوح، ماشي علاء، وتشانكل علاء، وضربه حره مباشره للكروم. لكن عاجبني والله النهارده فريق كروم ان هو مش هايب الموقف، وبيلعب يعني بجساره كده قدام فريق كبير قوي زي الزمالك. طبعا عمليه مش سهله ابدا، وعلى ملعبه وفي وسط جمهوره، ولغايه دلوقتي قادر ان هو يصمد حتى تقريبا نقول يعني الدقيقة 35 تقريبا. وعلياء نادر على روبن سامة نبيل، بطن رجله طويلة في اتجاه اسماعيل يوسف اطول من اللازم، يخش سالم محمد على طول، ترتد لمصطفى عبد الله. مصطفى يغير في الشمال لكمال فريد، اطول من كمال، يقطعها طارق مصطفى لايمن منصور، وهجمة مرتدة سريعة. ايمن يخش لجوه وعلى شماله وعايز يشوط، انما كانت مقفوله مقفوله. التمرير في الشمال هيبقى افضل قوي يا ايمن، وكان طالع لك قاسي سعيد في مساحه جميله والله، لكن حب يخلص بسرعه. ترتد مره ثانيه الكوره في الشمال للكروم، علاء نوح طويله في وسط الملعب حلوه لمحمد عبد السلام. محمد عايز يشوط، وشوطه ضربه ركنيه لنادي الكروم، بيعملوا ارتدادات سريعه جدا. ومحمد عبد السلام 18 يشوط قذيفة تضرب في لاعب من الزمالك وتبقى ضربة ركنية. ضربة ركنية من ناحية اليمين. سالم محمد، وسالم يلعبها سريعه تعدي الناس كلها على طول وتروح في اليمين، وهجمه مرتده سريعه طارق مصطفى. طارق وعايز يعدي طارق، لكن بطيئه شويه، بينادي لحد بيقول له تعالى اظهر لي. لازم هنا طبعا اللاعب يلاقي لاعب يسند عليه الكوره، لازم لوحده ممكن اثنين يضغطوا عليه ما بيلاقيش عنده اي حيل. فاللاعب اللي في رجله الكوره لازم يلاقي لاعب يسند عليه، لازم. اشرف قاسم ماشي، ارضيه في وسط الملعب محمد صبري، محمد صبري تطول من صبري، ياخدها على طول علاء نوح النشيط برضو الحقيقه، كذا لاعب لافتين النظر. سيد زكي في اليمين لمحمد عبد السلام، لمحمد البيضة، لعبد السلام، مقطوعه. سالم محمد تتاخد من سالم محمد، ويطلع محمد سالم محمد بره، ويخش جوه على طول قاسي وماشي، وعرضيه محمد صبري، محمد صبري على شماله، وما تنسيش لكن في رايه وصفار، رايه وصفار، في تسلل، ضربه حره غير مباشره لصالح الكروس. محمد صبري رقص ترقيصه كده وعلى شماله، لكن طولت منه، كان في لاعب واقف متسلل ايمن منصور. سامي رجب طويلة في اتجاه محمد البيضة على طول، يحيى نبيل، برافو يا يحيى لنادر، وياخدها مرة ثانية يحيى في الشمال. أرضية في وسط الملعب لمحمد صبري لأسامة نبيل، هجمة شكلها حلو قوي، أسامة ماشي فاضي من ناحية الشمال، ماشي أسامة وداخل لجوه أسامة، وعايز رقص سامي رجب، برافو يا سامي. تقطيعة مرة ثانية لمحمد صبري،
اسماعيل يوسف، محمد صبري، اسماعيل ماشي، اسماعيل جاي له احمد الكاس. وسط الملعب محمد صبري يغير هنا في اليمين لاشرف قاسم، ارضيه اسماعيل يوسف، بيلم اسماعيل، احمد الكاس، وتسقيطه في اتجاه اسماعيل يوسف، واسماعيل يقع على الارض والحكم يقول مفيش حاجه، وضربه مرمى للكوره. ادي الكوره مره ثانيه اهي، وادي اسماعيل يوسف وعملها بفخده كده، والحكم قال مفيش حاجه. ايهاب فكري بدماغه على طول تقطع لنادي الزمالك، احمد الكاس على يمينه حلوه اسماعيل، وطلع له بره قاسي يحطها له، قاسي ومحمد يوسف طبعا على طول يزقها منه محمد يوسف، تبقى ضربه ركنيه لنادي الزمالك من ناحيه اليمين. محمد صبري يعملها بشماله، وعاليه وهوبا، والله يا نهار ابيض، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. فحال الجون كوره ما تضيعش، اكيد هنشوفها مره ثانيه، لكن اتعملت جميله جدا وسقطت على الارض. شوفوا حضراتكم، عملها محمد صبري وطلع البلاسي ما مسكهاش وتسقط على الارض، ومفيش بقى خلص يا راجل، لكن فوق الجون فاضي. مره ثانيه ضربه ركنيه، ومره ثالثه ضربه ركنيه من ناحيه اليمين، قدامه فرصة يخلص، ما خلص. فرص كبيرة قوي بيبقى ليها دور في المباراة. محمد صبري وبدماغه وبره وبره، فرص كبيرة جدا بتروح من نادي الزمالك، فرصتين ورا بعض، وداخلين على الدقيقة 40 من الشوط الأول. لكن بدأ الزمالك يهدد مرة تانية مرمى الكروم، وثلاثة كورنرز ورا بعض من ناحية اليمين، ومنهم كرة جوه الست ياردات لاسماعيل، وادي الكرة الثانية تطلع بره على طول جنب القائم اليمين. سامي رجب طويلة، أشرف قاسم بدماغه، سالم محمد، إيهاب فكري، أشرف قاسم، يا واد يا لعيب، أشرف ويرقص مرة تانية ويعدي من القلب، رافي أشرف، على شماله أسامة نبيه، على عليه من بعيد مصطفى عبد الله يحطها لإسماعيل يوسف، ومرة تانية أسامة محمد صبري في الشمال لإسماعيل، إسماعيل بكعبه أحلى يا واد يا لعيب، وداخل جوه لكن في مساحة، ولسه يقطع على طول، برافو يا سامي، ويطلع رامي التمام. طارق مصطفى اللي راح في الشمال، تروح له مرة تانية، وعلى شماله عالية، هوبا، الله الله، بره بره، وقع على الأرض جابر البلاسي، أعمل الكاس يقول ما عملتلوش حاجة، ولذلك كابتن حسين علي موسى الحكم قال له قوم لو سمحت، لكن طبعا لو ما قامش لازم يجيب له على طول إسعاف. بص حضراتكم أهي، وأدي جابر أهو ومعاه أحمد الكاس، وقع الكاس على الأرض وجابر مسك دماغه. ده اللاعب الوحيد اللي ما يقدرش يستأنف الحكم المباراة إلا لما يقف على رجليه. بمعنى إيه؟ لو لاعب تاني وقع على الأرض والحكم شايف إنه أساساً وقعته ملهاش لازمة وما يستحقش إن يخش له إسعاف، بيستأنف عادي جداً ويسيبه على الأرض لما يقوم. لكن الحارس المرمى ما يقدرش يستأنف أبداً إلا لما يقف على رجليه. وأدي مستر فيرنر و مساعدي ومعاوني، وطبعا قلق وترقب، مشوار الدوري طويل، وكل فرقه طبعا بتحرص تماما على كل نقطه، علشان كده بيبقى في توتر دائم. ادي البدلاء لنادي الكروم، وقام طبعا جابر البلاسي، مفيش اي حاجه. يحيى نبيل، سعيد زكي على شماله وماشي نادي الكروم، وداخل لجوه وعايز يشوط، وشوطه عاليه فوق، ضربه مرمى من محمد عبد السلام الباك اليمين.
ادي الاطراف باك اليمين وباك الشمال داخلين لجوه، ومحمد عبد السلام اللي هو في الصوره ده 18 باك الطرف اليمين، وكمال فريد 16 باك الطرف الشمال، هم اللي بيخشوا في القلب وهم اللي بيشوطوا على الجول. اشرف قاسم داخلين على 43 دقيقه وباقي دقيقتين من زمن الشوط الاول، وما زالت نتيجه التعادل بدون اهداف بين الزمالك والقرون في ختام الاسبوع الخامس. طارق مصطفى جه مره ثانيه هنا ناحيه اليمين اهو، العب خدها طارق، زقها مش لحد خالص، توصل لسامي رجب، تتقطع من سامي، سالم محمد ومردوده، كمال فريد، تسقيطه حلوه في وسط الملعب وماشي، محمد عبد السلام في اليمين ومصطفى عبد الله، ادي مصطفى عبد الله يرجع ورا لعلاء نوح، يغير في الشمال طويله في اتجاه كمال فريد وتضرب في كمال وتبقى رامي التماس الزمان، ترجع على طول لنادر السامي. اشرف قاسم في الشمال لاسامه نبيه، محمد صبري حل عليه محمد عبد السلام، ارضيه ما توصلش، ترجع لاسامه في الشمال، اسامه وضربه حره مباشره للزمالك من ناحيه الشمال. اشرف قاسم هيلعب بيمينه وعليا وعلى طول البلاسي، جابر البلاسي، داخلين على 45 دقيقة التعادل بدون أهداف بين الزمالك والقرون، وجابر البلاسي يلعب واحدة عالية في اتجاه محمد البيضة ما توصلوش، يضغط من ورا السيد زكي، ينكشها حلوة لعلاء نوح ومحمد عبد السلام، تطول منهم هما الاثنين، ويضغط على طول سامي رجب لمصطفى عبد الله، كمال فريد، وكمال يغير ملعب هناك خالص في اليمين حلوه لمحمد عبد السلام لسيد زكي، سيد زكي، سيد، وعرضيه عاليه، برافو يا اشرف بدماغه على طول حلوه لمحمد صبري، ماشي محمد، بيرتد الحقيقه الكرون بسرعه جدا جدا، ايمن منصور، بسيطة حلوة لمحمد صبري، محمد صبري كان المفروض يزق على طول لاسماعيل يوسف، حب يرقص ويعدي، شوف اسماعيل ازاي ضربة ايده كده على رجليه، يعني كان عايز فعلا، كانت لو اتزقت له كان ممكن تحط وجه لوجه مع البلاسي. مرة تانية عالية وايمن منصور، الله جابر البلاسي، لكن حلوة حلوة حلوة، كمال فريد تتقطع منه على طول، ياخدها طارق مصطفى لكن ما يظبطش الباص، يروح لكمال مره ثانيه يلعب بمبدا السلامه في اتجاه ايهاب فكري، تتقطع من ايهاب ياخدها مصطفى عبد الله، برافو يا مصطفى، وتسقيطه طويله مره ثانيه لايهاب فكري في الشمال، ومع نبيل محمود، ايهاب جسمه جامد جدا زي نبيل، زي ما حضراتكم شايفين الاثنين صراع العمالقه، الاثنين طوال وما شاء الله، ايهاب فكري، ايهاب يرجع ورا، ايهاب توصل لكمال فريد، يرجع ورا مره ثانيه كمال وعاليه بدماغه على طول مردوده في وسط الملعب، ما ياخدهاش علاء نوح، توصل لاشرف قاسم في الدقيقه الثانيه، بنلعب من الوقت بدل الضايع، وادي قاسم سعيد ومعاه على طول محمد يوسف بيروح معاه في كل حته، مصطفى عبد الله، سامي رجب طويله لايهاب فكري ومعاه نبيل محمود، توصل في وسط الملعب مقطوعه من طارق مصطفى، أربع خمس كور ما ظبطوش مع طارق لغاية دلوقتي. وعالية. كمال فريد. على وش رجله سالم محمد في وسط الملعب علاء نوح. وأدي تحية من جمهور الزمالك الزواق، وتتقطع مرة تانية وماشي وماشي قاسي، وعلى شماله محمد صبري، ومحمد صبري يا راجل، وترجع له مرة تانية محمد صبري في الشمال ومعاه محمد عبد السلام، محمد صبري، محمد صبري، ويقع على الأرض ويصفر الحكم وياخد الزمالك ضربة حرة مباشرة
من احدى البقاع السحرية في الملعب. في الدقيقة تقريبا الثالثة من الوقت بدل الضايق. ايوة 48 دقيقة. اعتقد دي اخر فرصة في الشوط الاول. هيلعبها صبري. شماله عالية نبيل محمود. الله الله الله. جوه جول. الله الله الله. نبيل محمود السنتر هاف اللي داخل عشان يلعب بدماغه. دخل برجله وحطها على يمين جابر البلاس. حلوة حلوة حلوة. برافو يا نبيل. وادي جمهور الزمالك تنفس الصعداء في الدقيقة 48 من الشوط الأول. اتعملت أوفرات جميلة جدا من محمد صبري والعالية ونبيل محمود على طول وعلى يينو. حلوة حلوة حلوة. جوه الجول. برافو يا نبيل. برافو يا محمد يا صبري. 1-0. تفرق جدا 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 للفريقين. وصفر فعلا حكم اللقاء حسين علي موسى بنهاية الشوط الأول بتقدم نادي الزمالك بهدف احرزه المتابع نبيل محمود على يمين جابر البلاسي. حلوه حلوه حلوه. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ثم نعود مره ثانيه لنلتقي مع حضراتكم واحداث الشوط الثاني. فالى استديوهاتنا والسلام عليكم. اثنين صفر لنادي الزمالك في الدقيقة تقريبا 8:30 من الشوط الثاني. الهدف الأول في الدقيقة 48 من الشوط الأول احرزه نبيل محمود. والهدف الثاني أسامة نبيه في الثانية 40 من بداية الشوط الثاني بقذيفة قوية جدا جدا راحت على شمال جابر البلاسي. علاء نوح ماشي علاء قطع منه. مرة تانية هجمة سريعة ومحمد صبري نجم نادي الزمالك حطها أحلى لأيمن منصور. أيمن منصور على شماله بكعبه حلوة وهتطرفها وهوبا. الله الله. لكن في أوفسايد. ضربة حرة غير مباشرة لصالح نادي القرون. تسلل قاسي سعيد. لكن اللفة حلوة قوي من ناحية الشمال كان واخد خطوة واحدة ورا ديفنس نادي القرون قاسي سعيد. مصطفى عبد الله سالم محمد وسط الملعب ياخدها اشرف. برافو يا اشرف. في اليمين على طول طارق مصطفى لاسماعيل يوسف. ماشي اسماعيل والمره دي مش اوفسايد. وقاسي وايمن وقاسي وايمن واو. يا راجل يا راجل حرام عليك حرام عليك. عملت كورة حلوة 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 لاسماعيل يوسف المنطلق من الخلف للامام. مفيش احلى من كده. شوفوا حضراتكم على الارض ولازم تحكم بطن رجلك لتحت يا اسماعيل. لعيب دولي لعيب كبير وفاهم الكلام ده اكتر مني ومن اي حد. لكن هجمات الزمالك بقت في مقدار خطورة. ليه؟ لان القرون فتح خطورة. بس عملها ازاي؟ وبطن رجله حطها في السما اسماعيل. ومرة تانية ماشي علاء نوح. في الشمال كمال فريد بيدور تطول ترتد مره ثانيه وماشي وهيرفع بشماله ومعدي مساحه جميله جدا وعرضيه يطلع طول علاء. برافو علاء. لا يحيى نبيل. مصطفى عبد الله سيد زكي وهوبا. الله الله الله. حلوه حلوه يا واد يا لعيب. عبد الناصر محمد عملها جميله ولسه ويعلق فوق بدماغه على طول. حلوة 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 جميلة قوي. برافو عبد الناصر. وضربة حرة مباشرة لنادي القرون. هجمة حلوة 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 تضرب في بطن العارضة. شوفوا حضراتكم وادي ترقيصة اهي وحلوة حلوة في بطن العارضة. هارد لاك. ضربة حرة مباشرة تتسقف مساحة فوقها خطورة وعلى شماله بينام وتسقيطة في اتجاه مصطفى عبد الله. يقلص فين يا مصطفى. كورتين ورا بعض انما ترتد على طول طويله من عبرات القارات لقاسي سعيد ومعاه ظله محمد يوسف رقم اربعه يزقها منه وتبقى رمي التماس للزمالك. لكن مصطفى عبد الله رقم 15 قلش عند نقطه البلن قلشه يعني غاليه قوي قوي قوي.
طارق مصطفى ويقع على الارض، لكن الحكم بيقول مفيش حاجه. وسط الملعب ماشي نادي الخروم اللي ما يقسش بعد الجولين اللي دخلوا فيه، وادي مصطفى عبد الله اللي قالت في الحلقه الجامده قوي اللي فاتت كده من 15. وش رجله خارجي طويله في الشمال مش لحد خالص، يسقط على طول ورا طارق، حطها لاسماعيل لاشرف قاسم، احمد اسماعيل احمد الكاس. اسماعيل ثلاثه صبر النهارده في الزمالك، طارق مصطفى واحمد الكاس واسماعيل يوسف، ثلاثه صبر. ادي طارق مصطفى، يحيى نبيل، ماشي يحيى عايز يعدي من القلب طويله، مصطفى عبد الله توصل لمحمد البيضة، راس حربه نادي الخروم، ماشي البيضة، ماشي البيضة، حط له في السكه جسم نبيل محمود، تبقى ضربه حره هتلاقيها مباشره وغير مباشره، هنشوف ايد حسين علي بص ما رفعش ايده ولا حاجه، تبقى ضربه حره مباشره، لكن هو نبيل محمود حط جسمه في سكته. بيرجع الحيطه، هنشوف هيرفع ايده بعد كده ولا لا حسين علي موسى. طبعا تفرق قوي لو ما رفعش ايده في المكان ده، ممكن يتشاط على الجول قوي، لكن لو رفع ايده يبقى لازم تلمس حد عشان تخش. ما رفعش ايده حسين علي موسى، هتبقى ضربه حره مباشره على طول. واقف جنبيها سامي رجب وتصليحه، هوبا الله، برافو يا ناجي، حلو الله حلو. ضربه ركنيه للقرون من ناحيه نجم. ادي تصليحه من سامي لمحمد، وحلوه، برافو يا نادر، برافو يا نادر. ضربه ركنيه من ناحيه اليمين هيلعبها محمد عبد السلام، محمد عبد السلام سريعه مش لحد خالص، ياخدها طارق، توصل للسيد زكي وعاليه من السيد زكي، برافو يا نادر، برافو يا نادر. كانت رايحة على طول، لكن نادر في توقيت مناسب جدا وصفارة، وضربة حرة مباشرة للزمالك. خبط اثنين لعيبة في بعض من نادي الخروم، محمد عبد السلام اللي في الصورة ده، لكن تمشي الكرة على طول في الشمال. محمد صبري، يحيى نبيل، أشرف قاسم، أشرف مع عبد الناصر محمد، راجع ورا لنبيل محمود اللي جاب الهدف الاول لنادي الزمالك. اشرف اسف في اليمين، يلم اشرف طويله في الشمال على طول، يحيى نبيل لمحمد صبري، محمد صبري ومصطفى عبد الله، محمد صبري ادي لعيب يمشي من ناحيه الشمال، شهر صبري عاطيه في طرف الكوره، دماغه سالم محمد، برافو يا سالم. لكن محمد صبري عامل شغل كبير جدا النهارده في تيم نادي الزمالك. محمد صبري، قاسي سعيد هيلعب بشماله، وعليا البلاسي، برافو يا بلاسي. سامي رجب، سالم محمد، داخلين على ربع ساعة 2-0 لنادي الزمالك. أحرز نبيل محمود الهدف الأول في الدقيقة 48 من الشوط الأول، وأسامة نبيل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. سامي تطول من سامي، تاخدها على طول، طارق ويخش جول، حلو هو جول، خبط 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 عملت حلوه قوي 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 لمحمد صبري اللي دخل لجوه وكمل وحطها وش رجله الداخليه. كمال فريد تسقيطه عاليه، ياخدها على طول بدماغه نبيل محمود قبل عبد الناصر محمد لمحمد صبري اللي راح منه جول اكيد قوي قوي. وماشي مره ثانيه نادي الزمالك وداخل لجوه معدي وعلى يمينه احلى وهيرفع قاسي سعيد وعاليه جابر البلاس، جابر البلاس، برافو يا جابر. محمد عبد السلام وسط الملعب على طول ل 13 سيد زكي،
على شماله مصطفى عبد الله 15 اطول لاعبي كروم، كمال فريد 16. ماشي كمال، ماشي كمال، ويتشانك الكمال وضربه حره مباشره لكروم. في تغيير لنادي كروم على الخط، هنشوف مين اللي نازل. طالع رقم 15 زي ما باين على اللوحه اهو، وهينزل رقم 3 عبد المقصود ابو العيلة، وهيطلع مصطفى عبد الله رقم 15. يبقى كده تغييرين لنادي كروم. شوطة بره من محمد البيضة وضربة مرمى لنادي زمان. في تغيير تاني لنادي الزمالك، هيطلع احمد الكاس رقم 10 وينزل عصام مرعي رقم 9. ده التغيير الاول لنادي الزمالك. نادر يحيى نبيل لأشرف قاسم، طويلة في الشمال مرة تانية يحيى نبيل، عصام مرعي، طارق مصطفى، خش لجوه طارق، ماشي طارق ويلم مرة تانية، وتسقيطة في الشمال حلوة لمحمد صبري، طلع له لبره عصام مرعي، صبري، طارق مصطفى، حلوة أيمن منصور، تلات أربع نقلات حلوين وبيخرم ناحية الشمال أسامة وماشي وهيشوط وحلوة. الله الله الله، على طول جابر البلاس، لكن حلوة قوي من ناحية الشمال، كمل أسامة نبيل يدور على حد عشان يحطها له، ما لقاش من ناحية الشمال، فلقى إنه قدامه إن هو لازم يشوط، شاط في الضيقة حط جسمه جاب. برافو يا جابر. ضربة ركنية لنادي الزمالك من ناحية الشمال، هيلعبها عصام مرعي بيمينه. عصام مرعي تسقيطة عالية، جابر على طول اللي صد الكرة الجميلة اللي فاتت دي. برافو يا جابر. محمد عبد السلام طويلة، محمد البيضة، شانكل محمد البيضة وضربة حرة مباشرة لنادي الكروم. كمال فريد في وسط الملعب، سيد زكي يرجع ورا لسالم محمد، كمال فريد، سالم محمد، طويلة في اليمين ولسه داخل على طول ياخدها عصام مرعي. ماشي عصام. اسماعيل داخلين على 20 دقيقة، 2-0 نادي الزمالك. احرزهما نبيل محمود في الدقيقة 48 من الشوط الأول، وأسامة نبيل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. وادي محمد صبري في الشمال، قاسي، قاسي ومعاه ظله على طول يعدي المرة دي قاسي، وعرضية عالية بدماغه يطلع كمال فريد في وسط الملعب لعلاء نوح، تطول من علاء، ومرة تانية في الشمال حلوة وقاسي. الله، البعيدة دي، البعيدة دي يا قاسي. ضربة مرمى لكروم، لكن بدأ الزمالك يفرض كلمته على الملعب في الشوط الثاني، ووصل حقيقة ثلاث أربع مرات بشكل مؤثر جدا. وادي قاسي بوش رجله عايزة تروح هناك في البعيد. أيضا الكروم ضاع منه كورة في بطن العارضة، وقلش مصطفى عبد الله وهو في منطقة الجزاء، يعني على نقطة البيلن تقريبا،
يعني كروم الحقيقه برضو عامل شغل كويس مش وحش ابدا. وادي محمد صبري ماشي ومردوده على طول ويعلي فوق محمد يوسف وبدماغه ايمن منصور. ايمن منصور وعايز ياخد 1-2 محمد صبري وهوبا الله 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 الله. وايمن منصور هيجيب جول. يا نهار ابيض مش معقول. ايه ده؟ معقوله الكلام ده؟ اسامه نبيه والكره اتعملت ايه في مساحه وطارق مصطفى مكمل واتحط في السماء. تاني كره تتحط في السماء والمرمى خالي من حارسه. مش معقول. اجوان غريبه جدا بتروح من نادي الزمالك. شوفوا ادي ايمن اهو واتعملت اهو وادي قاسي اهو. هنقول ايه بعد كده؟ والجون فاضي. يا نهار ابيض فرص كبيره قوي 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 بتروح من نادي الزمالك. كروم في لاعب بيسخن من نادي كروم بره. جمال فريد يسيبها علاء نوح توصل مره ثانيه في الشمال وماشي كمال وهيرفع وعرضيه وعاليه. برافو يا ناس قبل محمد البيت. برافو يا ناس. ماشي اشرف قاسم على شماله مرعي. مرعي حلوه في مساحه جميله جدا لمحمد صبري. ارضيه احلى لاسماعيل. عايز ينقلها اسماعيل لايمن ما تمشيش. ترتد مره ثانيه في وسط الملعب توصل على طول لعلاء نوح. ماشي علاء وبش رجله الخارجي بره. ضربه مرمى نادي الزمالك. في تغيير هيحصل على الخط هنا اهو. هيطلع رقم 8 علاء نوح وهينزل رقم 12 سيد غريب. لعب الكرة على طول في وسط الملعب. مرعي محمد صبري ماشي صبري. قاسي سعيد اشرف قاسم ماشي اشرف حطها بوش رجله خارجي بره ورمي التماس لنادي الكوره. مستر فيرنر ومساعديه ومعاونيه. سالم محمد محمد عبد السلام ماشي محمد ويتشنكر وضربه حره مباشره. وادي الناحيه الثانيه صلاح الناي وعبد ابو العلا والجهاز الفني المعاون والاداري. يعني طبعا ما فيش كلام جهد كبير قوي من نادي الكروم الحقيقه وهو صاعد من الدرجه الاولى بين الدوري الممتاز هذا الموسم بدعم كبير من رئيس النادي الاستاذ محفوظ عبد السلام. وبنتمنى كل التوفيق لنادي الكروم في المسيره الطويله القادمه ان شاء الله. مره ثانيه نادي الكروم ينقل لمحمد عبد السلام وسط الملعب وماشي وبيلم عبد المقصود ابو العيله. سامي رجب وسامي رجب حلوه الله حلوه. سامي رجب الليبرو مكمل مع فرقته وشاط شوطه جميله بشماله. برافو يا سامي. 25 دقيقه 2-0 لنادي الزمالك. الهدف الاول في الدقيقه 48 من الشوط الاول نبيل محمود والهدف الثاني يجيبه اسامه نبيل في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني. وادي اسامه نبيل صمري اشرف قاسم طويلة في اليمين لأيمن منصور. أيمن منصور ماشي ومعاه سامي تطول وتبقى ضربة مرمى لكروم. طويلة رامي التماس علاء نوح
طب مرعي ماشي، مرعي من ناحيه الشمال بتبقى حلوه. القاسي القاسي ده في رايه وصفار، خلوا العلاقه. محمد عبد السلام من ناحيه اليمين ماشي قدامه مساحه فاضيه اهي، ماشي وهيرفع وعرضيه عاليه تعدي من محمد البيضة تروح هناك في اليمين وقاها يحيى نبيل ما تمشيش طويله. محمد صبري بيتحرك في كل حته محمد، وراح رقم 18 محمد عبد السلام هناك في الشمال، وتتنقل مره ثانيه لطارق مصطفى. طارق خش لجوه طارق ويسقط واحده عاليه مش لحد خالص، خش جابر البلاش. ماشي سيد غريب على شماله كمال فريد مع نبيل محمود، كمال ونبيل بزقة تبقى ضربة حرة مباشرة لنادي الكورة. تتنقل الكورة على طول في الشمال وتصريحة وهيشوط، شوطة تترد مرة تانية لإسماعيل يوسف وسط الملعب محمد صبري. أرضية ياخدها مرة تانية صبري وماشي ماشي ويرقص ومعدي ومعاه قاسي، معاه قاسي الخطا الأيمن، هو الجول هو الجول هو الجول. أيمن كلمته في لقاء النهاردة ويجيب الجول الثالث لنادي الزمالك، برافو يا أيمن. لكن قبل ما نقول برافو يا أيمن نقول برافو لمايسترو خط الوسط النهاردة محمد صبري، عمل كرة جميلة قوي قوي ومؤدي أداء راقي جدا الحقيقة لغاية النهاردة، وجدير بالانضمام لصفوف المنتخب القومي محمد صبري. عملها جميلة قوي، شوفوا محمد صبري حطها له وجها لوجه أمام جابر البلاسي، وأيمن على طول يحطها بخبرة الهداف. وهي مرة تانية وادي أيمن منصور يحطها على يمين جابر البلاسي، ما يقدرش يعمل لها خالص، ما يقدرش يعمل لها حاجة خالص. ثلاثة ست. سيد غريب على يمينه قماشي عبد المقصود طويلة وعايز يقفلها في اتجاه محمد البيضة مترشي معاه، ياخدها أسامة نبيل والمايسترو محمد صبري على شماله الأيمن منصور لمحمد صبري، تطول وتروح لقاسي سعيد، قاسي تطول من قاسي يضغط عليه على طول وياخدها سالم محمد في وسط الملعب وماشي كمال فريد وطويلة وعبد الناصر محمد، عبد الناصر بكعبه حلوة للبيضة والبيضة وسط الجول. نادر الشيخ حسام مرعي، اشرف قاسم، محمد صبري، مرعي ورامي التماس، وطبعا الاهداف على طول بتخلي الجمهور يضحك وينبسط ويحيي، مفيش كلام، هي متعة كرة القدم الاحترافية. كمال فريد بوش رجله الخارجية طويلة وضربة حرة مباشرة لنادي الكرو، داخلين على نص ساعة 3-0. محمد البيضة بيصلح الكرة وسابع محمد وسامي رجب وسيد غريب حوالين الكرة، نشوف مين اللي هيشوط. شوطة حلوة 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 تضرب في الحيطة وهي ماشية، تبقى ضربة ثنية للكروم من ناحية اليمين. هي مرة ثانية ايه وداخل سامي رجب يطلق قذيفة تضرب في الحيطة وتمشي من جنب القائم في الشمال. في لاعب واقع من نادي الزمالك عند الدكتور سليم ان شاء الله، نازل له الدكتور ممدوح مصباح طبيب نادي الزمالك.
وادي اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك ونادي القرون. سليمة ان شاء الله. يحيى نبيل طالع يتعالج بره سليمة ان شاء الله. الزمالك عمل تغيير واحد والقرون عمل ثلاث تغييرات واتلعبت الكرة عالية بدماغه على طول في وسط الجول. وبيشاور لاعب نادي الزمالك ونزل فعلا وبعد كده الزمالك مكتمل مفيش حاجة. أشرف قاسم وادي يحيى نبيل اللي كان بره. نادر السيد نبيل محمود طويلة لرأس الحربة أيمن منصور. إسماعيل تطول على طول لكمال فريد. ماشي كمال حطها لمحمد البيضة خش على طول أشرف قاسم وضربة حرة مباشرة لنادي القرون. كان عبد الناصر محمد مع محمد البيضة في الكرة اللي فاتت دي وضربة حرة مباشرة على مسافة حوالي 30-31 يارد تقريبا. وادي سامي رجب اللي بيشوط الكور الثابتة كلها. داخل محمد عبد السلام المرة دي تبقى لسامي تضرب في الحيطة ومفيش رايح ومرة تانية هيرفع هيرفع وعرضية تضرب أسامة وترجع مرة تانية وهيرفع وعالية في الشمال على طول يطلع بدماغه باليمين لأيمن منصور. مساحة فاضية خالص أيمن ماشي طويلة ما تتظبطش مع أيمن يروح على طول سالم محمد في راية وصفر. اتناشر سيد غريب يلعب واحدة طويلة في اتجاه محمد البيضة وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. وفي تغيير تاني لنادي الزمالك طالع قاسي سعيد رقم 11 ده التغيير التاني وينزل رقم 19 أحمد عبد الله. خمسة وثلاثين دقيقة وباقي من زمن الشوط الثاني واللقاء 10 دقائق وما زالت نتيجة 3-0. أشرف قاسم وفي لاعب كمان هيغير ثاني من نادي الزمالك. ومحمد حسن نزل رقم 6 وطلع يحيى نبيل رقم 21 ويبقى كده كل فريق عمل الثلاث تغييرات بتوعه زي ما اول قال القانون الجديد. طويلة أيمن منصور وضربة حرة مباشرة للزمالك. إسماعيل يوسف إسماعيل
محمد صبري، خطها حلوة، هوبا، الله الله، حلوة 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 يا واد يا لعيب محمد صبري. بس كان فيه تقريبا زقة أو دفع من أيمن منصور، لكن محمد صبري حطها في مساحة جميلة جميلة جميلة. شوفوا إزاي وش رجله حلوة، لا مش الصيد إزاي دي، مش عارف حسبها إيه، مش عارف. لكن مرة تانية ويقع على الأرض وتمشي الكرة في الشمال توصل لكمال فريد، وماشي أرضية يقطعها على طول محمد حسن، ماشي محمد لأشرف قاسم وسط الملعب إسماعيل يوسف، وش رجله الخارجي محمد صبري يا واد يا لعيب. إسماعيل يوسف عايز يحطها في مساحة في اليمين ما تمشيش لطارق مصطفى، تروح له مرة تانية في اليمين تطول ورمي التماس لنادي الكرة. إسماعيل يوسف كان مكمل من ناحية اليمين في الكرة اللي فاتت دي. سامي رجب طويلة في اليمين محمد عبد السلام، ومعاه احمد عبد الله اللي لسه نازل، ترتد مره ثانيه لاسامه نبيل لمرعي، داخل مرعي وماشي مرعي يزقها لكن ما تمشيش المره دي، تتقطع وخبطه كده في محمد صبري سليمه ان شاء الله. كروم كمان رجب وزق كمان رجب وضربه حره مباشره لنادي الكروم. تتلعب الكرة على طول لكمال رجب، ماشي كمال، كمال في اليمين أحلى ال 12 سيد غريب، بسيطة طويلة في الشمال هناك خالص لعبد المقصود أبو العيلة، أبو العيلة عرضية بدماغه أشرف قاسم، ومرة تانية محمد صبري، محمد صبري دخل من صبري الزقة تبقى ضربة حرة مباشرة للزمالك. طارق مصطفى ومعاه سيد زكي يقطم لجوه يحطها مره ثانيه احلى لاسماعيل في اليمين لايمن منصور ومستنيها احمد عبد الله، ايمن منصور، ايمن منصور يلعبها وهو واقع على الارض وضربه حره مباشره من احدى البقاع السحريه في الملعب لنادي الزمالك. كان معاه عبد المقصود ابو العيله وضربة حرة مباشرة. بيرجع العشر خطوات حكم الدولي حسين علي موسى. مصطفى قدامه حيطة من اثنين وطارق عليا على طول جابر الناس، برافو يا جابر. ترجع ورا لسامي رجب، شماله طويلة على صدره حلوة في الشمال وماشي، وبيحاول نادي كروم في الخمس دقايق اللي فاضلة انه يعمل حاجة. سيد زكي يحطها في اليمين لكمال رجب، لكمال فريد متأسف، مرة تانية ماشي وتمريرة لمحمد عبد السلام، محمد عبد السلام، محمد عايز يرفع وعرضية عالية معدية حلوة، الله حلو، برافو يا ناس، برافو يا ناس، برافو يا محمد، عدى حلو قوي قوي من ناحية اليمين، بسيطة جميلة جدا، شوف حضراتكم ايه، ويروح لها على طول بدماغه سيد زكي وعلى طول يلاقيها نازل، برافو. سامة نبيل أرضية اتجاه محمد صبري، صبري عايز يعدي من ناحية الشمال وضربة حرة غير مباشرة على سيد غالي. محمد صبري يلعب الكرة على طول في وسط الملعب لمرعي، ياخدها مرة ثانية صبري، تطلع في الشمال لأحمد عبد الله لأيمن منصور، راجع
مصر دلوقتي. سيد غريب ماشي، سيد ورامي التماس للزمالك، سامة نبيل، مرعي حلوة في وسط الملعب لصبري، صبري عايز يشوط مردودة على طول من ديفينس نادي القرون، توصل في وسط الملعب لكمال فريد وعلى شماله ياخدها مرة تانية كمال فريد، وبيحاول نادي القرون عبد المقصود ابو العيلة حطها لكمال فريد طويلة حلوة لعبد المقصود ابو العيلة، عايز يعدي عبد المقصود انما نبيل محمود حاطط جسمه كويس قوي قوي قوي، برافو يا نبيل. هجمة سريعة لنادي الزمالك وماشي وعلى شماله وعايز يشوط من بعيد قوي، بعيدة قوي قوي قوي، بعيدة قوي. أحمد عبد الله بعيد، كمال فريد في وسط الملعب ارتد هناك في الشمال وهجمة مرتدة لنادي القرون وماشي وماشي وبيلم لجوه وتسقيطة هوبا جوه الجول، برافو برافو عبد المقصود أبو العيلة، برافو يا عبد المقصود، حلوة 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 اتعملت من ناحية الشمال لعبد الناصر محمد، عبد الناصر محمد رقم 7، برافو يا عبد الناصر. الهدف الأول لنادي القرون، لكن اتعملت حلوة قوي من ناحية الشمال من سيد غريب وتسقيطة عالية يطلع بدماغه على طول عبد الناصر محمد، برافو يا عبد الناصر. في الدقيقة تقريبا 42 سنتر على طول نادي الزمالك، وادي الجون اهو مرة تانية حلوة حلوة حلوة. ماشي كروم مرة تانية من ناحية اليمين ومعدي كمال فريد ويلم كورته كمال ومعاه أسامة وضربة حرة مباشرة لصالح كروم، لكن مكافح والله الحقيقة نادي كروم. مرة تانية ماشي من ناحية اليمين محمد عبد السلام ومعاه أسامة يلعب واحدة عرضية بره ضربة مرمى لنادي الزمالك. دقيقتين تقريبا على نهاية الشوط الثاني واللقاء 3-1 لصالح نادي الزمالك. أحرز أهداف الزمالك نبيل محمود في الدقيقة 48 من الشوط الأول، أسامة نبيل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، أيمن منصور في الدقيقة 27 من الشوط الثاني، وهدف الكروم عبد الناصر محمد في الدقيقة 42 من الشوط الثاني. نبيل محمود عليا دماغه على طول في وسط الملعب محمد صبري، عايز يمشي صبري في مساحه ومعدي لكن اتضغط عليه على طول، ارتد مره ثانيه في وسط الملعب لكمال فريد، ماشي كمال ماشي كمال على شماله لمحمد البيضة رقم 10 نبيل محمود بجد ضربه حره مباشره للكل. كمال فريد رقم 16 ويسقط واحدة عالية يلم محمد البيضة وعايز يحطها في البعيدة، حلوة حلوة تبقى ضربة مرمى للزمالك. 3-1 45 دقيقة بالتمام والكمال، وهنبدأ الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. نادر نادر عالية بدماغه مقلوشة من كمال فريد ترتد لأحمد عبد الله ومحمد صبري، وأحمد عبد الله ما تمشيش معاه ولسه بنلعب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع، وهجمة سريعة لنادي الكروم ياخدها كمال فريد وعلى شماله سيد زكي ماشي ومعدي ومقطوع على طول نبيل محمود رامي التماس للكرة،
لكن اداها لنادي الزمالك. طارق مصطفى طويله لايمن منصور، يرجع ورا مره ثانيه ايمن، طارق في وسط الملعب ماشي محمد حسن ومحمد صبري، ما تروحلوش، بتقطع مره ثانيه لكمال فريد في وسط الملعب لسيد غريب في اليمين، محمد عبد السلام توصلت مره ثانيه لمحمد عبد السلام، سيد غريب مش لحد خالص، محمد حسن ماشي، محمد طافت بالكوره زياده شويه، محمد يرجع ورا النادر السيد طويله، كمال فريد بدماغه على طول في وسط الملعب في الشمال، سيد زكي ورمي التماس للزمالك. داخلين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وما زالت نتيجة 3-1 لصالح نادي الزمالك. نادر على يمينه محمد حسن، طارق مصطفى، محمد حسن يرجع ورا لأشرف قاسم، محمد حسن في اليمين مرة تانية ماشي، وتسقيطة حلوة توصل لإسماعيل يوسف، ماشي إسماعيل، وأرضية لأيمن منصور ويخش في الزحمة، تبقى رامي التماس للزمالك. داخلين في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضايع، ويصفر حكم اللقاء حسين علي موسى بنهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الزمالك 3-1. ألف مبروك لنادي الزمالك وهارلك لنادي القروم، مع تحيات رضا فتح الله والمخرج أحمد الهن والوحدة 12، وتحياتي مدحت. أعتقد دي آخر فرصة في الشوط الأول، هيلعبها صبري شماله عالية نبيل محمود، الله الله الله، جوه جول، الله الله الله، نبيل محمود السنتر هاف اللي داخل عشان يلعب بدماغه، دخل برجله وحطها على يمين جابر البلاش، حلوه حلوه حلوه، برافو يا نبيل. وادي جمهور الزمالك تنفس الصعداء في الدقيقه 48 من الشوط الاول، اتعملت مباراه جميله جدا من محمد صبري، كوره عاليه ونبيل محمود على طول وعلى يمينه، حلوه حلوه حلوه، هو جول، برافو يا نبيل، برافو يا محمد يا صبري، 1-0، تفرق جدا 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 للفريقين. وصبري هو يبادل الزمالك بعض التواجد والهجمات في من وسط الملعب وفي جانبي الملعب ووصولا لمنطقه جزاء منطقه الزمالك، الزمالك ولكن حلوه جوه جول، جوه الجول، الله الله الله، ايه ده في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني، صاروخ ارض جو يطلق من ناحيه اليمين، واحنا لسه بنقول موقف الشوط الثاني ايه، وحاجه جميله جدا جدا جدا، وهنشوف حالا اللعيب اللي جاب الجول ما لحقناش، لسه 40 ثانيه، يا نهار ابيض، واللعيبه كلها ادي اهو، وينطلق اسامه نبيه من ناحيه اليمين ويطلق قذيفه مبغته تمرق في المقص الشمال على شمال جابر البلاس، ماشي يرقص معدي ومعاه قاسي، معاه قاسي، قطع الايمن، هو الجول، هو الجول، هو الجول، في لقاء النهارده ويجيب الجول الثالث لنادي الزمالك، برافو يا ايمن. لكن قبل ما نقول برافو يا ايمن، نقول برافو لمايسترو خط الوسط النهارده محمد صبري، عمل كوره جميله قوي قوي ومؤدي اداء راقي جدا الحقيقه لغايه النهارده، وماشي الكروم مره ثانيه من كمال فريد في وسط الملعب، ارتد هناك في الشمال وهجمه مرتده لنادي كروم، وماشي وماشي وبيلم لجوه وتسقيطه هوبا جوه الجول، برافو برافو عبد المنصور.